عنا طلوع الشمس أحلى، عنا بيت القمر أعلى، عنا تراب الأرض أحلى من دهب لقصور. عنا طلوع الشمس أحلى، عنا بيت القمر أعلى، عنا تراب الأرض أحلى من دهب لقصور. والنور في الحوت وعنا السما كلك أحلى. صباح الخير سالي. يسعد صباحك نرمين، كيفك اليوم؟ تمام. صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية، يوم جديد ونهار جديد عم نطلع عليه فيكم مشاهدينا، يا رب يحمل معه كل ملامح الخير والسلام لكم، يا رب تكون جمعة مباركة على الجميع. يعني عم نعيش أجواء الميلاد والكريسماس بسوريا، واليوم يوم جمعة وأكيد حلوة دائما لمة العيلة ودفع العيلة بهالبردات. ضيوفنا وفقراتنا لليوم من مجالات مختلفة رح نتعرف عليها تباعا، لكن بدي أرجع عن جديد صبح على سالي، كيفك اليوم رواء؟ يسعد صباحك نرمين، اكيد رواء واكيد دائما لازم نكون طاقه ايجابيه وحيويه. صباح الخير مشاهدينا، صباح الخير، صباح الاعياد، صباح الزينه يلي معبيه الشوارع اكيد بهذا الشهر. بنتمنى انه يعم السلام سوريا وارض سوريا، ان شاء الله كل الضيقات تنفرج عليكم مشاهدينا اكيد وعلى كل شبر بأرض سوريا. بدنا نعايد جيشنا البطل، أبطال الزمان والمكان، الجيش العربي السوري، أنتوا عيدنا، لولاكم ما كنا ولا سنة معيدين. أكيد استعدت دمشق ولبست حلة الميلاد لا تستقبل طفل السلام. إن شاء الله يا رب تكون خير وبركة على الجميع. مثل ما ذكرت نرمين عنا فقرات عديدة ومتنوعة، إن شاء الله نقدر نوصل الرسالة. كونوا معنا بعد الفاصل. سالي اكيد مثل كل يوم احداث كثيره بتمر بمثل هذا اليوم، خلونا نتعرف عليها بالتقرير التالي. اليوم 13 كانون الاول، عبر الزمن وسنين تسجلت كثير من الاحداث، قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1642 المستكشف الهولندي أبل تاسمان، وهو اول من ابحر حول استراليا ليصل الى نيوزيلندا في رحلته الاستكشافية الاولى. بعام 1920 عصبة الامم تعلن عن تأسيس المحكمة الدائمة للعدل الدولي، وذلك لتسوية النزاعات الدولية. بعام 1970 الإعلان عن قيام الجمهورية في مالطا التي كانت قد حصلت على استقلالها عام 1964. بتاريخ 13 كانون الأول شهد على ولادة عدد من الشخصيات، كان أبرز بعام 1816 المخترع الألماني إرنست فيرنر سيمنز، وبهالتاريخ تسجل وفاة عدد من الشخصيات. ففي عام 1930 عالم الكيمياء النمساوي فريتز بيرغل والحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء بعام 1923. وبعام 2016 الممثلة المصرية
زبيدة ثروت. هي كانت أبرز الأحداث يلي صارت بتاريخ 13 كانون الأول. نهاركم سعيد. كثير الصبايا بيسألوا سؤال نفسه إنه شو سبب نضارة بشرتك؟ كيف بتعتني ببشرتك؟ ليش بشرتك هيك؟ وخاصة يعني اللي بيهتموا بالجمال وصيحات الجمال، فكيف بتعتني ببشرتك نيرمين؟ هلا يمكن أكثر عادة يمكن هي صحية، المكياج إنه ما كثير بحبه كثير ففورا بشيله، وشرب المي هدول اكثر شيء. انت كيف سالي؟ بعرف كثير بتحبي هدول القصص. اكيد مثل ما قلتي احيانا بنضطر ننام بالمكياج بس عاده كثير سيئه، ولكن في زيت اللوز اللي بيحكوا عنه وايضا قشر الموز قال كثير منيح للبشره. شو رايكم نتعرف اذا منيح؟ معلومات كثيرة ممكن تمر بيومنا ومنحب نتذكرها، ومعلومات منجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم بأنه تناول 3 وجبات من الطعام يومياً بيساعد على إنقاص الوزن، وعدم الالتزام بتناول الوجبات الغذائية ممكن يسبب شعور بالتعب والتوتر؟ ولكل الصبايا الحريصين على العناية بالبشرة، هل تعلم بأنه زيت اللوز مصدر غني بفيتامين إي والمغنيسيوم ومصدر للبروتين والألياف والنحاس وحتى الفوسفور، وبيساعد على مقاومة التجاعيد والخطوط الدقيقة؟ وبنبقى بجمال البشرة وطرق العناية فيها. وهل تعلم بأنه قشر الموز بيفيد بالعناية بالبشرة لأنه بيحتوي على خصائص مضادة للفطريات وللبكتيريا وبيقلل من ظهور حب الشباب؟ وهل تعلم بأنه النوم بدون وسادة بيساعد على التخلص من آلام الظهر؟ وأخيراً هل تعلم بأنه أكياس الشاي الجافة تمتص الروائح الكريهة وخاصة من الأحذية؟ نرمين تخيلي تجيكي مكافأة 10 مليون دولار، ها دولار، شو بده يصير فيكي؟ يعني ما بعرف شو، يعني نصن قبلانة، يمكن المشاريع كتيرة، يمكن فورا كنت سافرت يمكن هيك بجولة قصيرة حول العالم، أكيد بنعمل بيت وسيارة يعني هدول القصص يعني أكيد كمان أنا قبلانة مو بنصن بربعون. بدنا نشوف أكيد كيف شركة تلقت خبر إنه هي ربحت 10 مليون دولار، كيف كان الخبر على الموظفين؟ تقرير التالي. أولى أخبارنا المنوعة لليوم من شمال ويلز، حيث عثر على مئات الطيور ميتة ليجد سكان المنطقة أنفسهم أمام لغز محير. سيدة أفادت أنها شاهدت سرب الطيور يحلق في السماء عند خروجها من منزلها، وفي طريق عودتها وجدت المئات منها ميتة على الأرض، كما لو أنهم سقطوا ميتين من السماء، حيث تم إبلاغ السلطات للتحقيق في سبب نفوقها. وإلى الحبار الملون، حيث التقطت كاميرا أحد هواة الغطس لقطات غريبة للحظة التي يخرج فيها صغير الحبار الملون من بيضته في ساحل شمال أندونيسيا. ويعرف صغير الحبار بأن لديه استراتيجية خاصة لتجنب أعدائه حتى قبل أن يفقس، حيث أن غلفة بيض الأسماك تصبح شفافة بما يكفي لشاغليها لرؤية محيطهم في الأيام التي تسبق الفقس. وإلى رحلة تحبس الأنفاس عن طريق شتورا الواقع في وادي بينجي في الهند، والذي يعتبر من أخطر الطرق في العالم. الطريق الذي يتجه مباشرة عبر الحواف الجبلية ويتسع لسيارة واحدة
يواجه سائق الدراجات النارية والسيارات صعوبة شديدة في التنقل عليه، بالإضافة إلى ضيق مساحته وامتلائه بالصخور، يضم أيضا بركة من المياه تجعله أكثر صعوبة. Welcome everyone and thank you for coming tonight. Now, is everyone excited about the surprise? Yeah. All of us have hit a major milestone. We hit 20 million square feet in our portfolio, worth $3.5 billion. وإلى شركة تكافئ موظفيها بعشرة مليون دولار، فاجأت شركة تجارية عقارية موظفيها بصرف مكافآت تقدر بعشرة مليون دولار خلال حفل العطلة السنوية. إعلان الشركة عن المكافآت ترك الموظفين والبالغ عددهم 198 موظفاً في حالة من الدهشة، حتى أن البعض أجهز بالبكاء، فيما قام آخرون بعناق زملائهم كرد فعل على المفاجأة. يعني معقول إدارتنا تكون محضرت لنا هيك مفاجأة على رأس السنة مثلا؟ يعني على الهواء بدي لك فورا ليش؟ لا يعني يعني قديش حلوة هي المبادرة، قديش بتعطي يمكن حافز لكل الأشخاص اللي يكونوا موجودين. أكيد إن شاء الله يا رب هيك نحن يتوزع علينا هيك قد ربعون ربع ربعون مكافآت، هيك بلكي بنرجع بطاقة أكثر. نحن في طاقة، ولكن هيك مثل ما قلتي أكيد الشغلات اللي بتعطي دفع معنوي إنه هن عم يشتغلوا، يمكن هي كانت مكافأة، بس 10 مليون دولار هنا مستحيل. علينا بالتمني نحن. تماماً. رح نرجع على الفعاليات يلي عم تكون بدمشق وإلى المساحة الطبية، حيث رح نسلط فيها الضوء على ورشة عمل أقيمت ضمن في مشفى دمشق على هامش فعاليات المؤتمر السنوي العلمي 27 للجمعية السورية لأمراض الهضم. التفاصيل بالمادة التالية. هلا عدد المشاركين بحدود 20 شخص، كان في عنا ضيوف عرب من العراق الشقيق، من لبنان، توزعت ورشات سياق الورشة نحو عدة مجالات، الإيكو عبر التنظير، تصوير الطرق الصفراوية كمان عبر التنظير، طبعا الحالتين تشخيصي وعلاجي. منجرب نستعمل تقنيات ما بيستعملها واحد عادة مشان مصلحة المريض، واحد. اثنين، بنحاول كمان نمرق للأطباء الجدد شو هن بيقدروا يعملوا وشو لازم يتعلموا، ومش كل شيء نحن عم نعمله هن قادرين يعملوا. استعملنا عدة تقنيات بعدها مش مستعملة أو بيستعملوها خبراء كبار بالمستشفى. الشيء المنيح أنه والمميز هو التنظير بالموجات الصوتية اللي كان عندنا غرفة نحن مستلمينها من الصبح لعشية، واشتغلنا فيها بعتقد 8 أو 9 حالات، وهيدا النادور إذا بدنا نحكي وظيفته هو يشخص أو يساعد بتشخيص الأورام وتصنيفها. يعني رح نبقى بأجواء الطب نيرمين والمؤتمرات، وخلينا نسلط الضوء على اليوم الافتتاحي للمؤتمر 27 لأمراض الهضم والكبد. أيضا كاميرا الإخبارية السورية كانت بفندق إبلا، خلونا نتابع بالمادة التالية.
بشكل عام المؤتمرات هي عبارة عن تبادل الخبرات بين زملاء الأطباء بالخبرات التخصصية طبعا بمجال أمراض الهضم. مؤتمرنا السنوي عم بيكون فيه خيرة الجهود، خيرة الخبرات اللي موجودة بالبلد، وعنا ضيوف من خارج البلد. عم بتم تلاقح الأفكار والخبرات وما هو جديد. سوريا أول بلد عربي بتعمل مؤتمر هضمي. تأسست جمعية الهضم السورية بال 76، أول بلد عربي هي وتونس والأردن. بس أول ورشة عمل بتصير هي بسوريا بال 96 بعد تأسيس فرع التنظير. فأهمية المؤتمر أنه أعاد لنا نكهة خاصة، لأنه يتماشى مع عافية سوريا الجميلة، وشعرنا بسعادة جدا أنه رجعت لنا كل الذكريات، لأنه فعلا سوريا متقدمة جدا بعمل جهاز الهضم والتنظير الهضمي. دائما المؤتمرات السنوية بيكون فيها طرح شيء جديد بالأمراض الهضمية وبالتقنيات الجديدة بالتنظير الهضمي. هالسنة كان في شيء جديد بطرح الفايبروسكان، دراسة تليفات الكبد بتقنيات جديدة بدون إجراء خزعة كبدية. كان هذا الشهر المؤتمرات الطبية زاخمة نيرمين، أكيد رح نبقى أيضا بضمن الأجواء اللي عم تشهدها سوريا، وأيضا مؤتمر في المستجدات، آخر المستجدات بالجراحة العامة وفق الطب المسند بالبراهين، هو عنوان المؤتمر العلمي 14 للرابطة السورية للجراحين العامين. خلونا نتابع أكيد بالتقرير التالي مع زميلتنا ميسان حمدان. بهدف تبادل الخبرات العلمية وعرض الأبحاث الجديدة والمتميزة طبياً، انطلقت أعمال المؤتمر العلمي 14 للرابطة السورية للجراحين العامين، والذي جاء تحت عنوان المستجدات في الجراحة العامة وفق الطب المسند بالبراهين. الرابطة السورية للجراحة العامة تقيم مؤتمرها الدوري لإطلاع الأطباء على أحدث ما توصل إليه العلم حسب الطب المسند بالبرهان، كل ذلك لتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى. ويترافق مع المؤتمر عرض دراسات بحثية محلية وخبرات الأطباء، ويتم تبادلها وبحث موضوع الحالات الصعبة والاختلاطات وطرق تدبيرها للوصول لخدمة طبية أفضل تقدم لمرضانا في سوريا. المؤتمر السنة كان له ميزة أنه نحن سمينا المؤتمر تحت عنوان أيضا جراحين الشباب، اللي هن صراحة النور القادم للجراحة، وكان بالجزء الأول من المؤتمر كله جراحين شباب قدموا محاضرات مميزة جدا ودراسات قوية جدا حقيقة على مستوى عالي. محاضرتي هي عنوانها الحقيقة أخطاء ومشاكل في معالجة القدم السكرية. كثير من الزملاء الحقيقة بيتهاونوا بهيك نقطة بهالحالة المرضية هي اللي هي قدم السكرية، بيعتبروها على أنها حالة جرح وبده معالجة بشكل عام، لكن عالميا تبين انه هي الى قواعد والى جايد لاين، شايف شلون بنمشي عليها ضمن بروتوكولات معينه وضمن تصنيف معين ما بنقدر نتجاوزه. جلسات علميه قدم خلالها الاطباء محاضرات وابحاث، وتخلل المؤتمر عرض حالات سريريه تمت معالجتها بخبرات سوريه متميزه، ليكون المؤتمر فرصه للاضاءه على واقع الجراحه في سوريا. سالي، وصلنا لأولى محطاتنا لليوم، ورح نكون مع ورشة عمل قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة في سوريا وبمشاركة مدراء الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات تحت عنوان إجراءات إدارة الحالة. لنعرف أكثر شو هذا العنوان وشو ضمت الورشة من محاور، بيسعدنا نرحب بميساء ميداني وهي مديرة الخدمات الاجتماعية
في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بحضراتكم. صباح الخير السادة المشاهدين. يسعد صباحك مدام ميساء. بالبداية خلينا نحكي عن إدارة الحالة. نحن وقت نسمع مصطلح إدارة الحالة بيتهيأ لأذهاننا كثير من الأمور، وأيضاً هلا المشاهدين حابين يتعرفوا شو هيدا إدارة الحالة، مين الشريحة يلي متوجهين لها ولمستهدفة. الحقيقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متابعة للإجراءات اللي الحكومة كاملة عم تتبعها بمرحلة التعافي بعد سنوات من الحرب، كان ضروري كتير لحنا نحدد إجراءات واضحة لحتى نحسن نقدم خدمة عاجلة للأشخاص محتاجين. هلأ منحدد الشرائح نحن بالمضبوط. هاي الحالة إدارة الحالة هو بدأ وضعه من خلال دراسة وضعتها الهيئة السورية شؤون الأسرة والسكان من سنة 2016، تم اعتمادها من قبل الحكومة السورية، وبعدين انتقلنا مرحلة لإجراءات. إجراءاتها بدأت بشكل نظام اعتمده السيد رئيس مجلس وزراء بال 2017، وكان مطلوب مننا ان نعمل شركاء لإدارة الحالة بشكل واضح، فطلعنا على تجارب الدول الأخرى، والحقيقة هن كانت تجارب كتير مفيدة لحتى نشوف كل دولة شلون شو الأمور اللي خلتها تتحسن فيها عندها إدارة الحالة وشو لا. هي إذا بدنا نعطيها تعريف، هي عبارة عن إدارة الحالة للخدمات الاجتماعية المتكاملة، بمعنى هي طريقة منهجية وموثقة باستمارات وبإجراءات سريعة مع شركاء متعددين لتقديم الخدمة للأفراد وليس للأسر بشكل كامل. يعني بمعنى إذا في أسرة عندها شخص من ذوي الإعاقة أو شخص طفل تعرض لتعنيف، فبتتم التوجه لتقديم الخدمة ضمن النظام للأفراد نفسها. هلا مين الفئات اللي مستهدفة بهذا النظام؟ هن عبارة عن خلينا نسميهم الفئات اللي تعرضت لحالة من قد يكون تعنيف أو قد يكون تسول. ففي عندنا تقريبا وثيقة عددنا 9 حالات من الأطفال نحن توسعنا فيهم لتشمل جميع أفراد المجتمع. هن ممكن الأطفال يتعرضوا للاستغلال العنف الجسدي والاستغلال الجنسي، قد يكون الأطفال الشوارع أو المتسولين، قد يكون النساء كمان تعرضوا لتعنيف، الأسر الأفراد فاقدي الرعاية الأسرية لسبب ما، وخاصة نحن مثل ما قلنا بفترة الحرب كثرت هاي المواضيع. قد يكون أفراد محتاجين لتسجيل وثائق توثيق، خاصة مع وجود حالات من الزواج المبكر، عدم تثبيت زواج، عدم تثبيت أطفال بالشؤون المدنية. فحتى نحن أخذنا حالات التسرب المدرسي أو عدم الالتحاق. فإذا نحن توجهنا للأفراد اللي فعلا محتاجين لمعالجة طارئة وعاجلة، جبنا معنا شركاء. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي عبارة عن وزارة مثل منسقة للخدمة الاجتماعية. يعني هي تعريف إدارة الحالة بتقول هي عبارة عن مقدمي خدمة اجتماعية. فصار في مثل خلق آلية بتبدأ من الإبلاغ عن الحالة. فنحن هلا كثير عم نتعرض مثلا لحالات موجوده تعرضت قد لا تكون لتعنيف او طفل موجود من دون اهله، فمباشره في بيكون توجه لرقم، حيكون في خط ساخن بناخذ الابلاغ لهالحاله. هي في عندنا موظف مؤهل بيعبي استماره لهي الحاله، هل هي فعلا حاله ممكن تدخل بالنظام حسب معايير نظامنا. بعدين بيتم التواصل مع في مشرف الحاله حنسميه، مباشرة بيحدد مين هالطفل هاد وين بدنا، إذا في داعي نحطه بدار مؤقتة لبين ما نحيله للخدمة. مباشرة حل بيكون في عنا شيء جديد بهيكلية الوزارة اسمه مركز خدمة اجتماعية بكل محافظة يتبع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. كتير هالمركز هلأ عملنا له هيكلية كتير ممتازة بتواصل مع كل الشركاء. يعني إذا الطفل مثلا الشخص الحالة بدها صحة خدمة صحية، فمباشرة بيكون في عنا قائمة بالأشخاص اللي بيقدموا هالخدمة. إذا بدها مثلا موضوع التعليم، في عندها صعوبات بالنطق، في يعني حسب الحالة تماما اللي بتم يعني دراستها. حكينا يمكن عن الحالات وحكينا عن كذا موضوع بتتضمنوا إجراءات الحالة، ولكن خلينا نحكي اليوم ونعرف المشاهدين أكثر بشكل مختصر نوعا ما
شو الميزات اليوم اللي راح تحصل عليها يمكن القائمين او اللي راح يتبعوا اجراءات الحاله او اداره الحاله؟ شو هي الميزات اللي راح تكون؟ يا ترى هي راح تحفظ معلومات، هي راح تسهل عمليه التعامل معهم؟ خلينا بس نوضح اكثر للمشاهدين. الحقيقه هي نحن انطلقنا من موضوع سريه البيانات، يعني صار في شخص نحن بنسميه مدير حاله، هو اللي الشخص حيكون مسؤول عن الحاله وعن تعبئه الاستماره، والاستماره حتضل معنا، وصار في اتمته للاستمارات، وحتى هي الاتمته في بتحافظ على السريه حسب صلاحيه الدخول لهالاستماره هي. فقط اللي بيعرفوا بالحاله والمعلومات هن شخصين، هن المدير المسؤول عن الحاله والمشرف عليه، لحتى في مشرف بيقيم عمله هل هو ماشي بالطريق الصحيح او محتاج لخدمه اضافيه ما حسن يوصل لها. ففي شيء نحن عندنا اذا السريه مضمونه، لكن موضوع كمان نحن الشخصين اللي قدموا الخدمه بجوز محتاجين لمساعده بمكان ما. فمننطلق انه المركز الخدمه الاجتماعيه رح بيكون على تواصل مع كل الجهات اللي ممكن تساعد. مديريه الشؤون هي المشرفه على هذا المركز. فاتبعنا اسلوب انه يكون لا مركزيه اداره الحاله، ما بدنا نحن نستنى لحتى ناخذ موافقات او نحيلها. يعني بهذه الحاله انتم ممكن اختصرتوا وقت من طبعا خلينا نقول اختصرتوا وقت بما يخدم الحالة. تمام. نحن مرمعنا هلأ ورشة العمل التي قمت فيها بالتعاون مع الأمم المتحدة للطفولة. مرمعنا، خلينا نحكي عن أهم الشغلات اللي ركزت عليها هيدي الورشة. الحقيقة هن المدراء الشؤون نحن حضرنا هاي الورشة، هي تاني ورشة بالتعريف والتدريب على إدارة الحالة. مدراء الشؤون حضروا معنا مع رئيس دائرة الخدمات بكل محافظة ب 14 محافظة. الحقيقة اللي ركزوا عليها أنه نحن شلون ممكن تساعدونا فعلا لحتى نكون التطبيق جيد، لأنه اللي احنا بتعرفي أنه مثلا وزارة الصحة غير وزارة التربية غير وزارة، فطريقة وضع هالإجراءات هاي الحقيقه كان في لجنه من كل الشركاء، الشركاء اللي احنا ممكن نعدهم اللي هلا بدينا معهم ممكن تتوسع بعدين. بدينا نحن هلا وزاره الداخليه، وزاره العدل اللي هن المسؤولين عن توثيق الحاله بشكل نظامي مع ضابط شرطه، مع طبيب شرعي بيوصف الحاله، مع اذا بدها مثلا اي خدمه عاجله من ناحيه القضاء. بعدين بيجي وزاره التربيه، وزاره الصحه، هدول الوزارات اللي بتقدم الخدمه. هدول نحن بنسميهم مزودي خدمه عندنا. ففي عندنا وزاره التربيه، وزاره الصحه، وزاره الاوقاف كمان ممكن لنشر المعرفه، واي حاله بتتبلغ فيها من خلال المدارس التعليميه او من خلال خطباء المساجد، والهيئه المصالحه الوطنيه، لانه في عندنا يجيهم حالات تعنيف او حالات مفروض يكون في لها توثيق من دون ومعالجه بدون ما يكون في مثل ضرر على الحاله هي. فاذا موضوع السريه كمان نحن لجأنا له. أهم شيء مثل ما قلنا اللي ركز عليها هو أنه سرعة الإجراء. نحن ليش لجأنا لهالنظام؟ رح يكون في سرعة إجراء. يعني نحن عم نحكي يمكن عن اجراءات اداره الحاله، وهي بتحفظ مثل ما قلنا اهم خصوص اهم ميزاتها، بتحفظ أكيد. سريه أكيد. الحاله أكيد. هي تطبقت فعليا ولا لا؟ بحاجه لسه لتعديل لا حتى تطبق بكافة الوزارات؟ الحقيقة نحن ما ذكرت حضرتك نحن بدينا نطبقها من 2017. صار في عنا تدرب معنا نحن جمعيات شركائنا فيها، كل الجمعيات يلي عندها هيك حالات، فتقريبا تدرب معنا 700 شخص من مديريات الشؤون، من الموظفين تبعنا ومن الجمعيات، وصار عندنا قائمة بما يسمى الناس اللي سميناهم مدير حالي. الخدمه اللي هلا نحن حنقدمها من خلالهم هي عبر واجهه الكترونيه جاهزه، بس محتاجه شوي تعديل حسب الاجراءات اللي اخر شيء توصلنا لها. هلا نحن عم نطبقها حاليا، مع طبقناها كتجارب مع الجمعيات، مثلا نحن شريك معنا بمعاهدنا لمكافحه التسول، حقوق الطفل، جمعية حقوق الطفل طبقناها معهم. في عندنا جمعية التنمية الاجتماعية كمان في عندها حالات بمعاهد الأحداث، هن شريك معنا، هن حقوق الطفل، فبدينا نطبقها بمعاهدنا. هلأ نحن كمان حنطبقها على 10 جمعيات خارج معاهدنا لحتى نشوف نحن وين
الإجراءات اللي بتسرع كمان منها لحتى فعلا نأطلقها. لبين ما يصير هذا التجارب هاي في هلأ في عنا مهمة إنه نساوي ورشة تانية بيوم الأسبوع القادم أو تقريبا بيوم الأربعاء. رح نكون مع شركائنا من الوزارات وبس. فهي هي الورشة اللي احنا المعتمد عليها لنورجيهم الإجراءات اللي حطيناها مع شركاء مع ممثلينهم هن لحتى نشوف كمان شو ممكن يساعد. فمثلا يعني على مستوى انه شو هي الاجراءات اللي انحطت هي اللي احنا قسمناها مستويات. انا ما بدنا نصل للوزاره لحتى ناخذ موافقات اداره الحاله. نحن خلينا كل شيء موجود بمركز الخدمه وبده يتواصل مع كل شيء موجود بالمحافظه. يعني عمليه تشبيك قمتوا فيها اختصارا للوقت وايضا خدمه لاي حدا بحاجه لهذا الشيء. نحن بدنا نتشكر وجودك معنا، بدنا نتشكر المعلومات اللي حكيتيها اكيد ضمن ورشه العمل اللي قمتوا فيها. كل الشكر سيدة ميساء ميداني مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. شكرا كثير. شكرا كثير لك وكل التوفيق لكم. أما هلأ نيرمين صار الوقت لنروح بجولة على أبرز الأخبار الثقافية. البداية من دمشق حيث أقيم في دار الأسد للثقافة والفنون حفل موسيقي للمطرب سومر النجار، سومر نجار فرقة قصيد بقيادة الفنان المايسترو كمال سكيكر، قدموا فيها باقة من القدود الحلبية والموشحات. تفاصيل أوفى مع يارا سالم. حفل بعنوان شهبة يا نور عيوني، هذا العنوان هو مرتبط في أغنيتي الخاصة اللي عملتها أنا أطلقتها قبل كم يوم، هي من كلمات الشاعر صفوح شغالي ومن ألحان الفنان جورج مدرسيان ومن توزيع أنس نقشي ومن إنتاج الأستاذ عبدالله طباخ. بوجه لهم تحية كبيرة للكل. فأجت الفكرة أنه نحن نطلق هاي الأغنية وبعدين أجت فكرة أنه أحياء أمسية غنائية قدمها أنا على مسرح دار الأوبرا، فقلت ينسجم يعني هذا المشروع مع هي الأمسية. نحن مو بس عم نقدم فولكلور وتراث ولكن هو امتداد في رسالة، عم نقدم شيء جديد، مادة حلبية بامتياز مع قامات كبيرة من حلب. إن شاء الله تصل هي الرسالة. وبالحقيقة في كان جهد كبير يعني بين إطلاق الأغنية وبين هذا الحفل. سالي تحت عنوان كان يبقى الحب جنون أحيت الفنانة اللبنانية كريستيل نور الملاح حفل فني بمناسبة ميلاد السيدة فيروز على خشبة مسرح دار الثقافة باللاذقية. التفاصيل مع علا ناصر. Oh.
الثلاثونة الصباح يتجدد الاحتفال بعيد ميلادها في اللاذقية، وهذه المرة بصوت الفنانة اللبنانية ريستيل نور الملاح التي أحيت حفلاً فنياً على خشبة مسرح دار الثقافة باللاذقية بعنوان كان يبقى الحب جنون. دائما هذا الحفل يقام بشكل سنوي بدار الأسد الثقافي في اللاذقية بمناسبة عيد ميلاد السيدة فيروز. دائما عم يكون في كل عام عم يكون في حدا جديد، مطرب جديد يؤدي روائع السيدة العظيمة فيروز اللي أتحفت العالم بالموسيقى والغناء والصوت الشجي والطرب. سميت السنة الاحتفالية كان يبقى الحب جنون لأنه صرت عم حس أنه عجد حب السوريين للسيدة فيروز يشبه الجنون، والجنون بمعنى الحب الكبير وبمعنى الحب الغير منتهي، ولهيك إن شاء الله نحن راح نضل مستمرين بهذا الحب وبهذا الجنون لأنه كمان أهل اللاذقية بيستاهلوا كل هذا الحب وكل هذا النوع من تقديم الحب لإلهم لأنه جمهور مثقف وجمهور ذكي وصاحب ذوق رفيع. أنا فخورة أن عم مثل العظيمة الست فيروز وعم مثل بلدي، هيدا شيء فخر لإلي بعتز فيه، وهيك محضرين بروجرام حلو إن شاء الله، هيك غني كل الأغاني اللي ثلاث أرباع العالم كلهم يعني بحبوها، في ستايل زيادة رحباني أكتر شيء طاغي. كتير مهم إعادة سماع هاي الأغاني، سماع هاي الأغاني مو بالإذاعة ولا بمطعم ولا بأي مكان، بمسرح يعني بيعيش الواحد إلى حد ما الجو الأقرب ما يمكن كأنه حضر حفلة لسيدة فيروز. نحن كل يوم ببلش نهارنا بفيروز، يعني خلينا نقول بتتجدد ولادتنا كل يوم لما في على صوت فيروز، فأقل ما يمكن نحن نحتفل بعيد ميلادها يعني ما بس باللاذقية، بكل المحافظات السورية. هذه الحفلة الأولى للفنانة اللبنانية كريستيل نور الملاح في اللاذقية، والذي غنت فيها مجموعة من الأغاني للسيدة فيروز ولزياد الرحباني والأخوين الرحابنة وريمون وهبي، كما غنت الأغنية التي حملت عنوان الحفل كان يبقى الحب جنون، وختمت الحفل بأغنية خبطت آدمكن على الأرض هالدارة. مثل ما قال محمود درويش، فيروز القصة اللي نسيت تكبر وخلت هالأمر أكبر. فيروز حكاية كل حكايات، حكاية كل صبح دافي وكل مسارية، يعني فيروز مرافقتنا، مرافقة كل عسكري على الجبهة إذا بدنا هون، ومرافقة كل شهيد وقت إجانا مثل ما قالت وحدهم بيبقوا مثل زهر البيلسان، يعني بكل أغنية فيروز مرافقتنا. الله يطول بعمرها، فيروز العطاء، فيروز الحب، فيروز الوفاء. بعد هذه الحفلة الاحتفالية 16 التي تحييها مدينة اللاذقية احتفالاً بميلاد السيدة فيروز، وقد أصبح هذا الحفل تقليداً سنوياً في محافظة اللاذقية كتحية من القلب إلى السيدة فيروز. وعلى مدار يومين استضافت صالة اتحاد العمال بدير الزور فعاليات مهرجان الأغنية الفراتية الجديدة الذي توقفت منذ عام 2010 لتعود اليوم بحلة جديدة. تفاصيل أوفى مع مراسلنا إبراهيم الضلي. بعد انقطاع دام 9 أعوام عاد مهرجان الأغنية الفراتية الجديدة للحياة، فعلى مدار يومين استضافت صالة اتحاد العمال بدير الزور فعاليات المهرجان بحلة جديدة شهدت تقديم 9 أغاني فردية وأغنية جماعية لفرقة الفرات الموسيقية لإحياء التراث. مهرجان الأغنية الفراتية الجديدة 6 يعود هذا العام بعد انقطاع عدة سنوات. هذا المهرجان نهدف من خلاله تشجيع المواهب الفنية والأدبية من حيث استقطاب كتاب الكلمة وأيضا المواهب الشابة الفنية من موسيقيين ومطربين. الأغاني الجديدة هي امتداد للتراث، الأغاني التراثية، كلمات فراتية وألحان فراتية، الكلام والألحان من عناصر الفرقة طبعا، والمشاركين من الفرقة 9 عازفين و9 مطربين. أدى الأغاني الجديدة مطربون شباب حملت كلماتها وألحانها
المقدمة من شعراء وملحني المحافظة رائحة الفرات وحنين أبنائه، وعبرت عن التمسك باللون الغنائي الفراتي المميز. المهرجان تقدم بعد تعب تقريبا سنة كاملة، مهرجان جديد، أغاني جديدة، كلمات جديدة، ألحان جديدة، مطربين كما شاهدت جدد، يعني احنا نحاول انه المطربين الجدد يخلفونا. نعمل على إعادة إحياء التراث القديم، ونعمل على إعادة إحياء هذا الفن العظيم، الفن الفراتي. إعادة إحياء مهرجان الأغنية الفراتية خطوة جديدة في إعادة الحياة إلى المشهد الثقافي والفني بدير الزور التي تعافت من الإرهاب وعادت لاستكمال نمط الحياة الطبيعية، وذلك بفضل تضحيات وبطولات رجال الجيش العربي السوري. لهم نكون وصلنا لنهاية جولتنا الثقافية، فاصل ومنرجع. أكيد قبل ما نستقبل ضيوفنا المميزين لليوم رح نروح لنتابع هيدي المادة ونرجع. إنسان عنده وش وبس وجسمه كلب صغير كتير. أنا وصغير أنا بحب الرسم، وأنا وقت عطونا صور أنا رسمت من عقلي، حبيت كل شيء رسمته وحبيت القصص. الحمد لله رب العالمين تجاوب معهم بالأخير، وشفنا آخر شيء الرسمات والأشغال، لسه في أشغال يدوية كانوا عاملينها كتير حلو الحمد لله، انبسطت. هو بالنسبة له يعني كمان كتفريغ طاقة و نشاط لإله الحمد لله. إيه لا حلو، كان انبسطت كثير أنا فيه. وصلنا لفقرتنا التالية لليوم، حيث يعد الرسم أحد أقدم الأنشطة وأكثرها أهمية بالنسبة للأطفال، فهي وسيلة للتسلية والمتعة وتنمية مهاراتهم العقلية، وأيضا يعتبر علاجا نفسيا وسلوكيا، يزيد ثقتهم بأنفسهم وينمي ذكائهم، وهي طريقة ليعبر بها الطفل عن مشاعره واحتياجاته. وقد أكد الخبراء أن عقل الطفل يكون غاية في النشاط عندما يعبر عن نفسه من خلال الرسم، كما يساعد على تنمية عضلات يديه وأصابعه، ومع تقدمه في السن يكون لديه سيطرة أكبر على القلم، وسيبدأ في إنشاء تفاصيل أدق وتتطور قدراته بين اليد والعين. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا لليوم ريم الحايك، مديرة مرسم شغف، وأيضا معنا هيا طالب من مؤسسة حدودي السماء. بداية بدنا نسلم على ريم، وأهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. يمكن قبل ما نقدم هيدي المقدمه شفنا كليب ايضا بخص المرسم شغف اللي عم نشوف فيه لوحات لاطفال، يعني كان مميز شوي، فيه الوان كثير حلوه. خلينا نحكي معك ريم عن المرسم وعن الرسومات. تمام. هلا نحن بلشنا بال 2017 فكرة مرسم شغف. شغف يعني هو الحب النابع اللي بيلامس شغاف القلب. اي شيء اي عمل ما فيك تبدعي فيه او تنجزي فيه بشكل جميل الا بالشغف.
طبعا هي حاولت تسمية المرسم. اشتغلنا مع كافة شرائح الأطفال واليافعين. بهذا المعرض بالذات معرضنا الثالث بالمركز الوطني للفنون البصرية دائما بيحتوي فعالياتنا. قدمنا معرض دمج ما بين أطفال أصحاء وأطفال ويافعين من ذوي الإعاقة. طبعا كان معرض كتير مميز يعني تفاعلت فيه الأعمال الفنية بشكل كتير رائع. كان الشغل مو مع بعض، ما اشتغلوا مع بعض هن، إنما دمجناهم بالعمل، ولكن دمجناهم بالمعرض فقط لحتى نشوف بس ردات الفعل الأولية لنبني خطوات مستقبلية إن شاء الله. نعم، يمكن رمينا عملية الدمج اللي قمتوا فيها يمكن عملية خلينا نقول مو غريبة، عملية هيك نوعية شوي. نحن بنعرف عملية الدمج بتقوم بين الأطفال الأصحاء وأطفال ذوي الإعاقة من خلال فعاليات على أرض الواقع وماراثونات عم تقوم فيها، ولكن المعرض الفني كان فكرة جديدة، خلينا نقول فكرة جديدة خلقت من جديد. بنتشكرك، ننتقل لك هيا لنحكي. قمتوا ببازار، كان هذا البازار أيضا كان في ترابط بينكم وبين شغف، خلينا نشوف ونرجع لك. بازار كتير حلو، بازار الفرح معروف طبعا بالشام كلها. نحن منتجاتنا مثل ما لكم شايفين عندنا ألبسة نسواني، في عروض كتير كويسة خاصة على الغذائيات وعلى الألبسة، وكلها بضاعة وطنية بس كلها شيء ظريف منتخبة، وبس عاملين يعني أرباح بسيطة. يعني دائما نحن متعودين على البازار يكون كل فترة بيعمل أسعار حلوة، ودائما متعودين أنه يكون في شغلات كتير حلوة مميزة. كلها تمام والحلو، عروضات كتير حلوة. إيه أكيد طبعا، إقبال حلو والأسعار حلوة، وندعي العالم كلها أنه تجي لعنا. أسعاره كتير مقبولة بالنسبة للسوق، وفي تشكيلة كبيرة يعني من الألبسة من الإكسسوارات حتى الغذائية، تشكيلة كبيرة مع أسعار كتير رخيصة. بازارات عم تشهدها سوريا، أكيد بازار الأب تاون، وأكيد رح نحكي عن بازارك الخاص يلي كان بشغف نيرمين. يمكن بازار صحيح. شغف كان غير البازار يلي شاهدناه، ولكن من ضمن فعاليات البازار. تمام، قبل هيا صباح الخير عن جديد. قبل ما نفوت بنشاطاتكم الأخيرة، أنت حضرتك من حدود السماء، من مؤسسة حدود السماء، خلينا نعرف أول شيء المشاهدين عنا وشو مجالات عملكم. أنا أنسة التوحد بمؤسسة حدود السماء، نتعامل مع كافة أطفال ذوي الإعاقة من كافة نعم. قديش لكم تقريبا، ومجال عملكم هو بدمشق ولا لا امتدتوا لمحافظات ثانية؟ لا، مجال عملنا بدمشق فقط حاليا. تمام، يعني فكرة يمكن نحن شاهدنا هلا بازار من نوع خاص، ولكن بازاركم كان أيضا مميز مثل المرسم يلي تبع الآن سريم اللي هو شغف، ويمكن أنت كان قدمتي هذا البازار أو هدول الستاندات أو هدول العروض كلها ضمن شغف، يعني في هدف كان معين، في رسالة أنتوا الاثنين حبيتوا توصلوها بشكل مترابط ومتكامل. نحكي هيا الآن سريم وفريق اشتغلوا مع الأطفال، بس كانت بمساعدتنا طالما أكيد لأنه هن أطفال ذوي إعاقة، نحن اللي ساعدناهم وكنا معهم. بس مهم يمكن هذا التشبيك يصير بين عدة طبعا لازم جهات. طبعا لازم اشتغلوا أعمال يدوية واللوحات اللي كانت بالمعرض، ومبارح كنا عارضين لهم ياهم بالبازار. نعم،
يعني بنرجع لعندك ريما، خلينا نحكي شوي اليوم قديش مهمة هاي النشاطات تكون موجودة بالمجتمع، يمكن قديش مهم نفعل يمكن الشراكات مع عدة جمعيات لحتى نوصل يمكن لنتيجة. يمكن عملنا كتير نشاطات قبل وصلنا لنتائج حلوة، لنوصل لنتائج أحلى بعد. تماما. هلا مبدا التشاركيه كثير جميل وكثير بيعطي ابعاد رهيبه. يعني احنا مو بس مع مؤسسه حدود السماء، هذا العمل اللي نحن قدمناه على مدار اسبوع، يعني احنا شاركنا بثلاث فعاليات تحت اسم الفن للجميع خلال هذا الاسبوع. اول فعاليه بدار الاوبرا عرضنا برومو عن شغلنا مع الاطفال ذوي الاعاقه واليافعين منهم. البرومو كان كثير مميز عن طريقه شغلهم للاعمال اليدويه وهن حكوا فيه. الفعاليه الثانيه كانت يوم الثلاثاء بالمركز الوطني اللي هو المعرض اللي شفناه قبل شوي. الفعاليه الثالثه اللي هي كانت امبارح بازارنا بمقرنا بمرسم شغف بالأب تاون، كان التشارك يعني على مستوى الأب تاون والمركز الوطني ومؤسسة حدود السماء وجمعية الندى، يعني كلياتنا تفاعلنا مع بعض لحتى تطلع هاي الفعاليات. نحن لحالنا كمرسم شغف ما فينا نعمل شيء، او مكان واحد لحاله ما فيه يعمل شيء، فهو العمل الجماعي هو المؤثر، هو المؤثر الأكبر بأي نتيجة فعالة. أكيد. وكتير حلوة هيدا الروح يلي أنت عم تحكي فيها، أنه نحن لازم نتعاون لنحن نطلع شيء حلو. طبعاً. هيا خلينا نحكي دائماً الأطفال، أطفال التوحد أو أطفال ذوي الاحتياجات، ما بدنا نقول الإعاقة، الاحتياجات الخاصة، لهم تعامل خاص، يمكن ممكن لهم شيء هيك خاص فيهم، هل لقيتي صعوبة بالتعامل معهم؟ وهل كانوا يعني مبسوطين مع ذويهم من العالم اللي عم يلتقوا فيه اللي ما فيهم شيء؟ طبعا واجهنا صعوبات جدا يعني، بس الحمد لله كثير كنا قادرين انه نتخطى هي ونضبطهم. طبعا يعني في منهم ما تقبلوا اول شيء المكان اللي هن فيه، على عكس الثانيين الاطفال الثانيين هن كثير انبسطوا، كثير عبروا عن حالهم وكثير اشتغلوا حلو، كانوا كتير مبسوطين انه هنن عم يرسموا وعم يشتغلوا اعمال يدويه. يعني في هيك وفي هيك، بس الحمد لله يعني انه مع الكل فريق، نحن كنا من حدود السماء انا والانسه ايناس والانسه ريم، كل حدا قادر انه يضبط مجموعه معينه. يعني حلو. قسمنا على بعضنا واشتغلنا كلياتنا كفريق، وفريق شغف يعني جدا جدا كانوا متعاونين معنا وكثير تقبلوا هي الفكره وكثير كانوا مبسوطين، لانه هن يمكن للمره الاولى بيشتغلوا مع اطفال ذوي اعاقه. فالحمد لله كل شيء كان تمام الحمد لله. يعني هي لما نحكي نحن عن اطفال ذوي الاحتياجات، نحن هيك دائما بنحب نسميهم او حتى ذوي يمكن ذوي الهمم، لهم معامله خاصه بتكون. طبعا. يمكن اكيد حضرتكم عم تتبعوا، ولكن الاهل كمان حتى نشجعهم ليجيبوا اولادهم لندمجهم بالمجتمع، كمان بيكون يمكن في طرق معينه للتواصل معهم، كيف عم تتواصلوا معهم؟ نحن بهي بمبادره الفن للجميع، الاهل كثير كانوا حابين هي الفكره وجدا تعاونوا معنا. يعني هن كانوا حابين انه اولادهم يطلعوا من جو الروتين اللي هن عايشين فيه ويشتغلوا بشيء ثاني، حتى انه لما انتهت المبادره فورا قالوا لنا انه يعني نحن بدنا شيء ثاني باقرب وقت وباسرع وقت، وكثير تعاونوا معنا الحمد لله. يعني هن يجيبوا اولادهم كل يوم الصبح العيون هن ناطرين قبلنا واصلين من بكير وعم يستنوا جدا، بس شوي الاطفال يعني اكثر من حدا ممكن ما كان كثير متقبل هي الفكره، بس على البعدين مثل عبد الحميد شفناه بالمعرض حدا خجول كثير وما كان متقبل اي حدا فينا، بس بنفس الوقت لا، لما نتركه لحاله بنلاقي الا هو لحاله ترك المكان اللي قاعد فيه واجا هو اشتغل معنا، رسم وقدم وكانت لوحاته جميله جدا. يعني حتى بالاعمال اليدويه عمل شيء كثير حلو. حلو. يمكن عملية تشجيع بيقوم فيها الأهل وأنتم بدوركم بتكملوها مع الأطفال، يعني دور كتير كبير عم تعملوه تجاه أطفال، وهذا خلينا نقول عمل إنساني بحت، يعني خاصة أنه نحن عم نقدمه لأطفال بدون مقابل، هدفنا فقط تنمية هدول الأطفال لدمجهم بين الأشخاص الأسوياء والأصحاء. ريم، في فكرة معينة كانت من شغف اشتغلتي عليها غير فكرة
فكره الدمج؟ يمكن كان في فكره معينه لعندك لافكارك انت لتوصلي رساله لجميع اللي بده ينزل يشوف شغف؟ شو كانت فكره ريم؟ فكرة شغف بشكل عام هو يعني ندخل الأطفال للحركة التشكيلية، إنه دائما طفل مهمش ما في احترام للوحته بصراحة، يعني دائما العمل الفني تبع الطفل أهله بالبداية ما كانوا محترمين عمله، بس لما صار يطلع منهم شيء، لما صاروا ينعرض لهم بمعارض وبأماكن وصالات عرض كتير مهمة مثل المركز الوطني، كتير انفتحت لهم أبواب وانفتحت لهم آفاق كتير حلوة، وتعززت شخصيتهم وتعززت ثقتهم بنفسهم، حتى أهليهم وثقوا فيهم وآمنوا بولادهم أكتر. من هون يعني نحن انه دخولا للحركه التشكيليه انه هن المؤثرين، فن الفطري والعفوي هو الاهم، هو الاهم من اني انا اقعد لقنهم، اني اقعد اعلمهم مثل اني اقعد احفظهم شغله لحتى ينسوها بعدين. لا، نحن ما بنشتغل على هذا الاسلوب، بنشتغل على فكره انه الشيء اللي جوات هذا الطفل بيطلع بس من خلال العصف الذهني، من خلال الحوار، من خلال الحب اللي عم يتقدم له بمرسم شغف، عم يطلع هذا الشيء بلوحاتين. صحيح. يمكن ريم هذا الشيء اللي او القيمه اللي عم تحاولوا تزرعوها هي كثير نبيله. نحن ذوي الاحتياجات دائما بنقول يمكن بدهم، بنحاول نقدم لهم رعايه مجتمعيه، ولكن اليوم انتم عم تركزوا على المواهب اليوم وتنميتها. اكيد تشكروا على هذا العمل وبدنا نتمنى لكم كل التوفيق. بدنا نشكركم ريم الحايكه مديره مرسم شغف، وايضا هيا طالب من مؤسسه حدودي السما. شكرا لكم. كل الشكر لكم وموفقين بجميع اعمالكم، واهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم. اما هلا سالي فصارت الساعه 10 وصار الوقت لنروح على غرفه الاخبار لنعرف اخر المستجدات على الساحه المحليه والعربيه والعالميه مع زميلتنا سفانه ديب. يسعد صباحك سفانه. يسعد صباحك نرمين. صباح الخير سالي، صباح الخير لضيفتكم وكل مشاهدينا عبر شاشه الاخباريه السوريه. اخر التطورات السياسيه والميدانيه بعد الفاصل. أهلا بكم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها رصدت قيام التنظيمات الإرهابية بحجز مجموعات كبيرة من إرهابييها مع أعتادهم في منطقة أبو الظهور بريف إدلب الجنوبي والأطراف الجنوبية لمدينة حلب، محذرة في الوقت ذاته من إعداد منظمة الخوذ البيضاء الإرهابية لاستفزازات كيميائية جديدة في محافظة إدلب. دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في جمعة فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا يوم الجمعة. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هذه الفعاليات ستنظم في مخيمات غزة والوسطى ورفح هذه الجمعة فقط، وشددت موقفها باستمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقيق جميع أهدافها. أشارت مؤشرات النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في الجزائر إلى توجه المرشحين إلى دور ثان في الانتخابات بعد إغلاق مكاتب الاقتراع أبوابها وبداية فرز الصناديق. أكد مدير حملة المرشح عبد العزيز بلعيد حصوله في النتائج الأولية على 32% من الأصوات، فيما تحدث مدير حملة المرشح عز الدين ميهوبي عن توجهه إلى دور ثان. 16 16 16 أظهر استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في بريطانيا أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز بأغلبية مطلقة في مجلس العموم المقبل، مما سيسمح لجونسون بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر كانون الثاني. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد إبسوس موري لحساب وسائل الإعلام البريطانية، فإن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم مقابل 191 مقعدا لحزب العمال. And Labour way down on 191.
كان هذا كل جديد حتى هذه اللحظة. عودة للزملاء بصباح ناغين. نيرمين وسالي، يسعد صباحكم عن جديد. يسعد أنا صباحك عن جديد سفانة، وشكرا لك سالي. أكيد مكفايين بباقي فقرات صباحنا خير. وصلنا لفقرة كتير مميزة، وهي بنكهة الهمة والإرادة، لأنهم أصحاب الهمم وأصحاب الإرادة والطموح، وفي كل يوم نسمع ونرى إنجاز جديد لهم يرفع اسم وطننا بالعالي. ليكون أحدث هذه الأسماء هي الطالبة هدى هيثم محمد، التي حصلت على درجة الماجستير بلغة الإشارة بإشراف الدكتور بلال عرابي والدكتورة إسعاف حمد، السادسة في بقسم الاجتماع وباهتمام رسمي من وزارة التعليم العالي. أكيد رحلة من المثابرة والعمل والدعم النفسي من عائلتها وأكيد من طفليها وكادر الهيئة التدريسية كافة، ليكونوا دافع كبير لتحقق هذا الإنجاز تجتاز أي صعوبة. لنحكي أكثر عن هذا الإنجاز بصرنا نرحب بالطالبة هدى هيثم محمد. أهلا وسهلا فيك، وأكيد المدرسة والأستاذة والآنسة فرحة التل مترجمة لغة الإشارة. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور. يعني نحن فرحانين فيك كتير، وأكيد بدنا نبارك لك اليوم بحصولك على درجة الماجستير. حبينا نعرف أكثر اليوم عنوان الرسالة والفكرة يلي كانت قائمة عليها. أنا فكرة رسالتي هي دعم الأطفال الصم، لأنه مرحلة الطفولة هي مرحلة أساسية ممكن انعكاساتها كتير تشكل خطر على الأطفال، تشكل خطر على تطورهم، على السلوكيات، وممكن تظهر سلوكيات غير مرغوبة بمرحلة الطفولة. فمن شان هيك الصم وضعاف السمع يفترض أنه يتم يعني معرفة مشكلاتهم. هذا الشيء بينتج عنه وعي للأشخاص مشان يعرفوا يشتغلوا معهم، وهذا الشيء كمان كثير مهم بالكشف المبكر عن هاي المشكلات كرمال نقدر نتعامل معهم. الدعم الأسري كثير مهم من شان هيك كانت الفكرة. يعني بدنا نحييها، بدنا نحييكي على هيدا القوة اللي عم تكوني فيها. أنت نموذج هلا موجودة عنا، نموذج صحيح. لكل حدا يتخطى أي إعاقة، لأنه هي الإعاقة ما أنا عائق، خلينا نقول لنقدر نحن نكفي حياتنا. دعم كتير كبير كان من أطفالك، من زوجك، وأيضا من الكادر. شو شعورك وأنت متواجدة هون لتوجهي رسالة لكل العالم اللي عم يحضروكي، وخاصة الأشخاص يلي أكيد عم يشوفونا هلا؟ تماما. هلا انا اول شيء بدي نوه على موضوع الدعم الاسري. الدعم الاسري كثير مهم. مثلا انا امي وابي كثير دعموني من وقت ما كنت صغيره لحد الان. كل الانساب طبعا كانوا يدعموني كثير، حتى وقت تزوجت كان في زوجي صالح، هو كثير كمان كان يدعمني، شاف فيني قدره. كما أنا تزوجت قبل البكالوريا وبعدها جامعة بعدها ماجستير، وظليت عم باخذ هذا الدعم والتشجيع. أولادي الموضوع فيه تعب، فأنا بقول إنه كثير تعبت، كثير ضعفت، في أيام حتى خذلت فيها، بس كانوا كثير يدعموني. حتى زوجي كثير كان يدعمني لدرجة إنه كان يعتني بالأولاد، وإني أنا طبعا بقول شكرا كثير لزوجي ولماما ولبابا برسالة الماجستير تبعي. شكرا للمترجمين فرح مترجمة لغة إشارة، الدكاترة بالجامعة، الدكاترة بالجامعة كانوا كل رفقاتي كانوا سامعين، أنا لحالي كنت صم. كانوا بحال مثلا ما أجت فرح كانوا يتواصلوا معي عن طريق الكتابة، فهذا الدعم اللي أنا أخذته. على فكرة كمان كانوا الدكاترة يفكروني إني حدا سامع، فإنه وقت يحكوا معي يتفاجئوا إنه أنا صم، يقولوا أول مرة صم وبالماجستير، باين إنه سامعة وإنه عم تقري لغة شفايف. ف
تماما، وحتى الدكاتره انه اول مره بيتعاملوا مع الصم، فانا كنت كثير اتشكرهم. كان في معي مترجمه لغه اشاره الدكتور بلال المشرف، كان كثير كمان يساعدني يدعمني يتواصل معي كتابه، وحتى لدرجه انه حب لغه الاشاره وصار بده يتعلم. انا علمته شوي فانه صار يتواصل ويفهم علي تمام. انا مبسوطه كثير بهذا الشيء. اولادي بيترجموا لغه اشاره، اولادي سامعين بيترجموا لغه اشاره كمان. يعني هدى مو بس انت فرحانه، نحن عن جد كثير فخورين فيكي، وانت اكيد كنتي متميزه بسنوات الدراسه وبشهاده اساتذتك. حابين يعني اكيد نسترجع معك لحظات المناقشه يلي كانت، ونتابعها بالماده التاليه. عندها إرادة قوية، عندها عزيمة قوية. كان مشوار صعب يعني ما بخفي عليكم نهائيا، لكن بالتصميم وبالإرادة ومتابعة الأهل ومتابعة الإدارات المدرسية كانت هدى مرأة فيها له دور كبير بحياتنا. الحمد لله شجعناها وتابعت عدة دورات هدى، يعني غير الدراسة كانت تابع دورات متعددة، وكانت مثابرة وكان عندها أمل أنها تنال حتى الدكتوراه، حاطة بالها إن شاء الله. كانت هدى من صغرها يعني عندها طموح للمستقبل وللحياة بشكل عام، يعني هي عندها الطموح، احنا ساعدناها، كان يدي المساعدة لها، وهي بحد ذاتها سامعني كانت تتضايق واحد يساعدها كأنها معاقة. لازم يعامل الإنسان أو أي شخص كأنها طبيعية، وهالشي أعطاها دفع للأمام. مساعدة الأهل لها حسنة تتوصل للجامعة، وطموحها الأكبر من الجامعة حسنت إنه تفوت على الماجستير. هدى طالبتنا العزيزة واللي متميزة من بين طلاب الصم، أول شيء ببارك لها وبهنيها وبهني مجتمعنا فيها وبأمثالها، فالله يوفقها، هي من الطلاب المميزين. نحن اعتبرناها يعني جزء من الطلاب، وكل الأساتذة اهتموا فيها لأنه فعلا أول طالبة بتحصل على رسالة الماجستير، وهي يعني منصب علمي كبير اعتبرناه، لأنه يعني بظروفها وبوضعها وبعدم وجود يعني إمكانيات كثيرة لمساعدتها كان يعني جهد كبير منها. الطالبة متفوقة حتى بسنوات الدراسة العادية، وثم قامت بهذا البحث اللي هو يعني معرفة بصعوبات ومشكلات الصم. هدى تعلمنا نحن منها العزيمة، الأمل، التفاؤل، الأسرار. صدقيني ولا للحظة حسينا أنه هي عندنا نقص بحاسة ما، يعني منها كنا نستمد الأمل والعزيمة مثل ما قلت لك، وتستحق يعني الدرجة اللي أخذتها بجدارة يعني. وموضوع جدا مهم لأنه بيجسد ربط الجامعة بالمجتمع، عم يتطرق لشريحة جدا مهمة بالمجتمع، وهي موجودة بيناتنا، شريحة الأطفال اللي بيعانوا من إعاقة سمعية، وضرورة اهتمام الجهات المعنية بهذه الشريحة ودمجهم بالمجتمع حتى ما يشعروا أنهم هن في اختلاف سلبي. نرمين، كمية من الدعم من القوة قديش حلو دكاترة هدى بالجامعة عم يقولوا انه هنين عم يتعلموا او تعلموا منا الارادة والعزيمة. وهون منوقف عند نقطة، هذا دليل انه الاعاقة ما بتوقف، ولكن بالعكس في اشخاص بيبدعوا بيقدموا اقصى ما عندهم من 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 جواتهم. يعني صحيح، يعني قدامنا هدى هي نموذج للتفوق
تفوق يعني حصلت على درجة الماجستير بدرجة 96 وتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. يعني بدنا نقول لها مرة ثانية عن جد نحن كثير فخورين فيها. وبدي أكيد أسألها اليوم لهدى، كثير يمكن لحظات من الصعوبة، لحظات من الضعف من مرفية، وأيضا في لحظات من القوة، وخصوصا لما نحكي نحن عن البحث العلمي في تقنيات معينة. خلينا نحكي اليوم هيك عن محطات هي بتستذكرها وأكيد هيك بتتذكرها ببسمة. بمرحلة الماجستير الموضوع ما كان سهل أبدا، كان صعب. أنا كأول حدا أصم أنه ممكن يكون بمرحلة الماجستير أنا لحالي أصم، رفقاتي كلهم سامعين. اشتغلت كثير، بحثت كثير من زمان، حتى دراستي كانت صعبة، المراجع اللي كنت أبحث فيها كمان كانت صعبة، الأدوات، الاستبيانات، في صعوبة بالموضوع، ما نو سهل، بس حاولت، صبرت كثير كثير. طبعا برد بقول ماما وبابا وزوجي كثير وقفوا معي وكثير صبروا معي. اخر شيء وصلت الحمد لله، وصلت لحتى يعرفوا انه الصم بيقدروا. حتى بدي كمل للدكتوره ان شاء الله وادعم الاشخاص اللي اكيد بدنا نوجه تحيه لوالدتها، لوالدها، لكل مين دعمها. تمام. وايضا بدنا نقول انه هدى نالت درجه الماجستير فوق 90%، وهذا 96% يعني هذا يعتبر نرمين طلاب ممتاز، اكثر من ممتاز. يمكن سالي الطلاب العاديين ما بيقدروا بيجيبوا هي النتيجه العاليه اللي عم بتكون. شعور رفقاتك كيف كان؟ التفاعل رفقاتك كانوا مبسوطين؟ مبسوطين، كلهم كانوا مبسوطين. حتى أنا ورفقاتي بالسنين اللي قبل كنا نمشي نفوت على المدرج السادس نشوف مناقشات رسالات الماجستير للأشخاص السامعين، نشوفهم كيف عم يناقشوا. كنت طبعاً رفقاتي كانوا يأخذوني، كنت كتير فكر إنه معقول أنا بيوم من الأيام أو السنين الجاية أقدر أكون بهذا المكان. كان قلبي كتير يدق مجرد الفكرة إنه ولا مرة في حدا أصلا ممكن يكون بهذا المكان، ليش لا؟ فلازم لازم حاول، لازم إنه نكون أوايا، نحن الصم نكون أوايا لحتى نوصل. تعب الموضوع كله، تعب كله، يعني مو سهل موضوع الإعاقة السمعية. بس لقيت إنه لا خلص لازم نكون مثلنا مثل الأشخاص السامعين، بالأخير وصلت. أكيد وصلتي. يمكن ويمكن الطريق ما بيوقف هون، مثل ما قلتي أنت حتكوني يمكن ماشية بطريقك نحو الدكتورة. لكل الأشخاص اليوم يلي عم بيسمعوكي، لكل الأشخاص اللي عم بيقولوا أنا ما فيني، لكل الأشخاص اللي عم بيقولوا ظروفي صعبة، شو بتقولي؟ بالنسبة للأشخاص اللي عندهم إعاقات بشكل عام، ما لا يعني هن في ضعف حيكون، معلش لازم يحاولوا، لازم حتى يدعموا حالهم، لازم يعني الشعور هذا عادي فيه إجباري، فلازم يدعموا حالهم كرمال يوصلوا لهدفهم. تماماً. وأنا اندعمت، لازم الأشخاص اللي معهم يندعموا. الأشخاص الصم، حتى الصم بشكل عام في قوة، في صوت لازم يوصل إجباري. نعم. خلينا نتوجه هيك بسؤال لهدى ونقلها لهدى، هل واجهتي خلال أيام دراستك بين رفقاتك شوية صعوبات، ولا كانوا مثل أهلك، كانوا مثل زوجك ومثل أطفالك، كان في دعم؟ رفقاتي السامعين كانوا يحبوني، حتى لا كانوا يساعدوني، يعني يشوفوني اني حدا ذكي، وكلهم يجوا يقعدوا معي يكتبوا لي ويحبوا لغه الاشاره، اهم شيء يحبوا لغه الاشاره ويحاولوا يتعلموا. صاروا تماما، صاروا حتى يتعلموا احرف الاشاره في رفيقتي براءه، كثير حبت لغه الاشاره اكثر، حدا صارت تدعمني تروح معي حتى ل
مترجم، فأنا كتير فخورة فيها، وفي كمان باقي رفقاتي لا كتير، وكله كله يحب لغة الإشارة، مو إنه يبعدوا هي، لا أبدا الموضوع كتير كان حلو. نحن حبيناها الإشارة. أهلا وسهلا. هدى خلينا نحكي اليوم شو مخططها للمستقبل، أكيد يمكن رسالة الدكتورة إن شاء الله رح تكوني ماشية فيها وحتاخديها أكيد مع مرتبة الشرف إن شاء الله، ولكن دائما هيك على الصعيد الشخصي ومن تجاربنا دائما بيكون عنا طموح، لوين بتحبي توصلي أو شو طموحك، شو بتخططي للمستقبل؟ أنا هدفي كوني أنا صماء، هدفي طبعا للدكتوراه، وحتى هدف الدكتوراه هو دعم الاطفال الصم. بامكاني اتواصل مع الصم، بامكاني مشكلاتهم الاجتماعيه السلوكيه، ما انا صماء مثلي مثلهم، نفس اللغه، حقدر ادعمهم، حقدر حل هي المشاكل. يمكن الاشخاص السامعين اذا كانوا بهذا المكان ما يقدروا الاطفال الصم يفهموا عليهم كرمال اللغه، ما انا نفس التفكير وبامكاني ادعمهم. أكيد عن كمية الإرادة، عن كمية العطاء يلي بقلبها لهدى تجاه تجربة هي مرت فيها يعني بسبب ظروفها كانت، ولكن هي حبت توصل رسالة لكل حدا مثلها لتقول له أني أنا نموذج قدامك قدرت أني حقق يلي بدي إياه. بهذا السؤال بدنا نقلها أنه نحن نتعلم القوة منها ومن وجودها، بدنا نتشكر وجودها معنا، وايضا كل الشكر لك انسه فرح انك تعبتي كمان معنا، يعني بدنا نتمنى لك توصلي لطموحك وبالاكثر، يعني شو ما بدك ان شاء الله يا رب. شكرا لكم. اكيد هدى بتحبي تقولي كلمه اخيره قبل ما نختم معك؟ تماما. بحب أقول إنه لازم طبعاً أنا كتير بحب انتشار لغة الإشارة بالجامعات، يكون في بالجمعيات المختلفة يكون في انتشار لغة الإشارة، العالم يتعلم، مشان أصلاً إذا راح الدكتور راح أماكن مختلفة يكونوا العالم عم يفهموا عليه هنيك بالمحاكم بالموضوع أمانة. كرمال يوصل لمختلف الشرق. الأم والأب لازم يتعلموا إشارة إذا كان عندهم ولد أصم، فمراكز مختلفة تشاركية ما بين الصم والسامعين، هذا الشيء اللي أنا آخر شيء حابة يعني أنا رح أحاول إلا هيك شيء بلغة الإشارة. غششتيني فيه أنت تحت الهواء إلا لهدى. نحن اكيد نحن مبسوطين فيك كثير. زبطت معي؟ لا زبطت تمام. نشكرك كثير هيثم، هدى هيثم محمد، وانت اول طالبه ماجستير بتناقش بلغه الاشاره، وبدنا نشكر اكيد يلي كانت معنا المترجمه فرح التل وحضرتك مترجمه لغه الاشاره. شكرا كثير لكم وكل التميز. شكرا لك. يعني مع فقراتنا المميزة لليوم وضيوفنا المميزين بيكون صباحنا وصل للختام. مشاهدينا بدنا نتمنى لكم بأية نهار يحمل الخير مع هالمطرات اللي جايين، الحب الأمل، وأيضا مع هالضوء اللي جنبي على الشجرة يكون ضوء بقلوبكم ليطلع لكل العالم ويقول نحن من هالأرض موجودين، من هالأرض بيخلق إبداعنا رغم كل شيء ألم مر فينا، ولكن رح نبقى ورح نكمل. يسعد صباحكم عن جديد وشكرا لطيب المتابعة. يعطيك العافية نرمين. شكرا لك سالي وبقية نهار ظريف، ولكل مشاهدي الإخبارية السورية يا رب بقي هذا اليوم يحملكم من تفاصيل الراحة النفسية والمادية، وتكون جمعة مباركة وجمعة خير على الجميع، مثل ما كانت اليوم حلقتنا مليانة إرادة وعزيمة وإصرار. أكيد بدنا نكفي الحياة وما قدامنا غير نكفي. لاقونا بكرة بتمام التاسعة صباحا، تبقوا بألف خير. باي باي.